كنا بنتكلم على فكرة مدى جدية الموقف الأمريكي من توقيف بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، ولكن حسب الصحافة الأمريكية تحدثوا عن أنه مش فكرة إيقاف بعض الشحنات، ولكن نوع الأسلحة المصدر أو اللي هيعطى لإسرائيل، هي دي الفكرة بشكل أكبر. فبالتالي جدية الموقف الأمريكي مش بهذا الشكل. يعني دعينا ننظر الأمر أيضا بشكل أعمق. الولايات المتحدة الأمريكية دوائر صنع القرار فيها كل مؤسسة لديها متحدث وطلع الإعلام لبيان وجهة نظره في الأحداث. إذا البيت الأبيض يقول أننا أجلنا أو وقفنا، مجلس أو البنتاغون قبل 3 أيام وزير الدفاع الأمريكي أو المتحدث باسم وزارة الدفاع مش نفى، هو التف حوالين تصريحات الرئيس الأمريكي وقال إننا يعني لم نوقف ولكن ننظر في الأمر. ومتحدث باسم منسق الامن القومي او منسق الاتصالات الامنيه في البيت الابيض يقول انه جاري البحث عن انه هذه القنابل بتستخدم في مش عارف اكثر من 2000 طن، وانهم مش قادرين يحددوا هل تم بالفعل جرائم حرب او لا بسبب تدمير البنيه التحتيه اللي هي اصلا اسرائيل دمرتها. هذا الامر كله يعني ان الاداره الامريكيه يؤكد ما قلناه وما يقوله اي متابع ان الاداره الامريكيه اداره متورطة وتصل الأول. إلى حد الاشتراك الفعلي في جريمة جميل. استهداف الفلسطينيين جميل. لأنه النهاردة يعني ما الذي ينتظره الرئيس الأمريكي من أن يرسل أو يعني يبعث أسلحة إلى إسرائيل؟ ما هي الأهداف التي تسعى إسرائيل من الوصول إليها من هدم البنية التحتية لغزة؟ هل هدم البنية التحتية لغزة وقتل هؤلاء كل هذه الألاف عشرات الألاف هذا يؤكد او يبرر البحث عن الرهائن في غزه؟ طب.